اسمح لي ابو حمد خلينا نقرب شويه. ابو حمد هارت لك الخساره، فقط اخطاء فرديه هي من تسببت في خساره النصر، ام انه الموضوع مباراه ككل يعني لم يظهر من خلالها الفريقين بالشكل المطلوب او حتى على الاقل الفريق الخاسر اللي هو فريق النصر؟ والله طبعا مباراه يعني تقريبا ما كان طغى عليها الشد شوي في البدايه، ويعني الاهداف اللي صارت يعني اعتقد انها ما انا طبعا ما بعد شفتها يعني بالضبط، لكن يبدو لي انها يعني ما هي بذيك الاهداف اللي المفروض انها يكونها اخطاء حارس مرمى او دفاع. ما انا ما اقدر اقول اخطاء حارس، لكن يبدو لي انها يعني كانت بارده الاهداف في المباراه يعني بشكل عام، يعني اخذت طابع الشد شوي. الحكم يعني يبدو لي انه في البدايه تساهل شوي مع، لان خسرنا حسين بضربه كوع في الخمس دقائق الاولى، يعني ما ادري من البدايه اصلا كان فيها شوي شد، ما كان يعني المفروض كان في البدايه انها تضبط المباراه من البدايه. فقط هو الشد، يعني نتكلم عن امور فنيه، النصر لم يظهر بالشكل المطلوب. طبعا كل الفريقين حتى الشباب الشوط الثاني ما يعني لو تشوف الشوط الثاني ما وصلوا على باب، لذلك اذا ما كانت المباراه تكامليه اصلا حكم جزء رئيسي منها، وخطط المدربين واللاعبين واداء اللاعبين كل هذه مكمله للمباراه. محمد فريق يرغب في ان ينافس ويخسر من فريق ايضا اخر ينافس، تعتقد انه خسر جزء من لعبه الدوري؟ يعني طبعا الفريق الشباب فريق كبير، والخساره وارده في المباريات الدوريه، الخساره وارده. يعني انا بالنسبه لنا يعني بالنسبه للفريق ان عندنا امامنا استحقاقات ثانيه، يعني ما نبغى نقول ان والله خلاص هذه، لا المباراه هذه ما ادينا الاداء اللي مره، يعني رغم انه فيه اداء نوعا ما، انا اتوقع ان الافضليه لنا رغم ان الفريقين ادائهم غير مقنع. ياسين، على مباراه التعاون والقادسيه كان المامول اكثر في مباراه اليوم. ما في شك، لانها اصلا تعتبر مباراه مفصليه. لانها تعتبر مباراه هذه فعلا بين فريقين متنافسين. في المستوى الفني، واخر سؤال، الى اي مدى اثرت الغيابات عبد الرحمن الزالعي سعود حمود عن الفريق؟ انا قلناها من اول، اللي جاهز 100% هو اللي يلعب. الله يعافيك. شكرا للاستاذ سلمان القريني مدير عام كره القدم في نادي النصر.